الله معكم أحبائي بيوم الجمعة من أسبوع بشارة زكريا. كلمة رجاء بتقلك إن حفظ أحد كلمتي فلن يذوق الموت إلى الأبد. كلمة رجاء بتقلك هل قد كلمة الله تعطي قيمة لحياتك. كلمة رجاء بتقلك البعد عن الله مصير الموت والهلاك، والإصغاء لكلمة الله مصير الانتصار على الموت وكل شيء بيبعدنا عن الله. كلمة رجاء بتقلك لا تخاف والله معك.